نعلم يعني خلال هذه الفترة يعني توجد تعديلات كبيرة يعني تدرع على بعض الشركات يعني تقليدية، وأيضا يعني سيطرق البعض النماذج البيع التجزئة مثلا غير فعالية أو غير التنافسية يعني من قبل السوق. فما يعني هي اقتراحاتكم تجاه هذه الشركات التقليدية؟ آلية الأعمال بعد كورونا بلا شك لن تكون كما كانت عليه قبل كورونا. تغير نمط سلوك المستهلك يفرض على الشركات أن تتجه نحو التجارة الإلكترونية وتوسيع أنشطتها، سواء بالدخول في المنصات الموجودة أو عمل تطبيقات خاصة بها. أيضا أتوقع أيضا نموذج الأعمال أو إدارة الأعمال عن طريق الإنترنت. كما تعلمون كثير من الشركات الآن حول العالم تدار من المنزل، فهذا ايضا سيشجع قطاع الاعمال في المستقبل الاعتماد على هذا النموذج في اداره الاعمال. ايضا اتوقع ايضا ان يكون للذكاء الصناعي دور مهم في المستقبل في تطوير وتقديم الخدمات للمستهلك دون الحاجه الى التلامس.